اللهم إنا عصيناك فأمهلتنا، ودعوناك فأجبتنا، ووقفنا على بابك فأعطيتنا، فلا تخيب يا ربي رجاءنا، وزين بالأعمال الصالحات والباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واعط فقراءنا، واهد أولادنا وأزواجنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تردها وترد بها عنا إلى يوم الدين، صلاة ينفرج بها الكرب وينحل بها العقد. اللهم آمين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا عايزه اقول لكم بقى ان انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. لو لسه كده اول مره بتشوف الفيديو بتاعي، يا ريت طبعا يشرفني وجودك في قناتي وتعملي لي كده اشتراك من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو على طول، وتشغلي الجرس على الكل علشان كل ما انزل فيديو يجيلك الاشعار بيه وتتفرجي عليه. فيديو النهاردة بقى يعتبر مختلف، هيكون اول فلوج على قناتي. طبعا زي ما انتم شايفين اخيرا خرجنا ونزلنا واتفسحنا وكمان صورت لكم. بصوا بقى، عايزة اقول لكم بقى يا رب كده اللي في حالة كبت كده واحباط كده ينزل ويخرج ويشم هوا والدنيا كده تروق معاه وتبقى جميلة. طبعا مفيش حد يا جماعة بيحب النكد، مفيش حد بيحب الكبت والقعدة في البيت وكده، بس طبعا بتبقى ظروف خارجة عن ارادتك، او مثلا ارادة البيت اللي انت موجودة فيه او جوزك او كده، ان هو ممكن ما يعرفش اصلا ينزلك او يخرجك او كده. فطبعا لازم ان انت تتعايشي مع الحياة زي ما هي كده، حابة تنزلي حب يعني في مقدر ان انت تنزلوا مكان، فطبعا انت لازم ان انت تسنديه وتقفي جنبه. ما ينفعش طبعا يبقى جوزك الدنيا مش تمام معاه، او الدنيا يعني مقصرة معاه شوية، وانت عاوزة تخرجي وتتفسحي وتشتري ومش عارفة ايه. لا طبعا ما ينفعش. انا مش عشان بقولك نزلنا وخرجنا وكده يبقى انت تنكدي على جوزك بقى وتقولي له انا عاوزة انزل ومش عارفة ايه. يا جماعة لازم تعيش الحياة زي ما هي، على الحلوة وعلى المرة. يعني على الحلوة لو الدنيا تمام والحياة حلوة كده وربنا كرمكم، فأكيد جوزك مش هيبخل عنك بأي حاجة. أما لو طبعا شايفة جوزك إن الحياة مش حلوة معاه خالص والدنيا برضو مقصرة معاه أو كده، فطبعا ما ينفعش إن انت تيجي عليه. عايزة أقول لكم إن بعد الضيق فرج والله العظيم بجد. ما كناش خارجين، ولا كنا أصلا ده يعتبر كان يوم المصيف، ولا كنا هنروح مصيف ولا اي حاجة، بس سبحان الله لما ربنا بيريد بأي حاجة فهي بتحصل. وعايزة اقول لكم بقى طبعا ادعموني كده بلايكات واشتراكات علشان في حاجات حلوة كتير جدا معايا والله العظيم، بس لسه ان شاء الله هنزلها. فعايزة اقول لكم بقى تعالوا معايا كده فلوج بسيط وسريع، هنمشي كده واخرجكم بقى بما ان انا زهقتكم روتينات. فتعالوا بقى اما اخدكم معايا كده جولة واقول لكم شوية اسعار، وكمان تشوفوا الدنيا كده ونتكلم بما ان هو بقى فلوج كده. طبعا انا ما عرفتش ان انا اصور بصوتي، يعني فاهميني ازاي، وكمان ما ظهرتش يعني احسن. ان شاء الله بس على ما الواحد ياخد على الجو كده واقدر ان انا اتشجع كده زي ما قلت لكم ويكون عندي شوية حماس، هظهر وهعمل حاجات حلوة جدا معاكم ان شاء الله. بس طبعا لما احس ان القناة خلاص اشتغلت ويعني المتابعين كتروا وطلبتوا مني حاجات كتير اعملها وكده، ان شاء الله هيبقى في تغيير وهيبقى في ان شاء الله اختلاف كتير جدا. طبعا بقى الخروجة دي مش دلوقتي، يعني مش الايام اللي احنا فيها دي. طبعا يا جماعة الوقت خلاص، الجو اصلا بدأ فيه برد كده، نسبة برد. فطبعا لو انت بقى حابة تروحي مصيف، هو حلو في حاجة واحدة ان الاسعار، اسعار الشقق نزلت جدا جدا، اسعار كل حاجة بتلاقيها بقى رخيصة هناك لان اصلا مفيش زوار ولا في حد بيروح. فطبعا احنا كنا في مصيف جمصة، مصيف الغلابة كده زي ما بيقولوا. ف والله العظيم كانت اجمل واحسن فسحة في حياتي. قد ايه كده لما بتكوني مع اسرتك ومع عيلتك ومع لما كده بتلاقي الدنيا حلوة وبتلاقي الفسحة حلوة ايا كان، برضو لو كان فيها شوية تطشات كده بس مش مشكلة. كانت بصوا الحياة كانت بتبقى حلوة وبتفتكريها اصلا تقولي طب بس يا ريت ترجع تاني.
عايزه اقول لكم بقى هنا، بصوا في حاجات حلوه جدا، ده يعتبر السوق. لو انت رحت مصيف جمصه كده، و اكيد انا صورت لكم العربيه اللي هي عامله زي اللي فيها الانوار دي. بصوا دي بتلف جمصه كلها، يعني انت بتركبيها كده، وبعدين بيشغلوا بقى فيها كده موسيقى عالية جدا، والأطفال بقى يقعدوا يهيصوا ويرقصوا ويسقفوا ومش عارفة ايه. بس يعني للخجل بزيادة يعني، فمعرفتش أصلا ان انا اصور لكم حاجة. المهم يعني قدر الله ما شاء فعل، يعني المرة دي كده والمرة دي ايه تكون احسن ان شاء الله. بصوا بقى عايزة اقول لكم ان هناك الاسعار في منتهى الجمال. عايزة اقول لكم كانت اسعار الشقق في اليوم ده، الشقة كانت بتعدي مثلا في اليوم 250، اما حاليا الشقة ممكن تقل اصلا عن 100 جنيه. فبصوا هو يعتبر دلوقتي لو انت مش من عشاق البحر او انت تنزلي او كده، فعادي ممكن انت تروحوا، لان الشقة بتبقى رخيصة جدا، يعني لو اسبوع كامل مش هيكمل 500 جنيه اصلا معاكي. اما بقى لو في وقت العطلة بقى وكده، وأيام الحر زي ما انتوا عارفين طبعا، الأسعار بتبقى أسعار خيالية، وطبعا حاجات ما يعني ايه غالية جدا طبعا. بصوا بقى خرجنا احنا، طبعا كنا واخدين معانا ايه، كنا واخدين معانا بقى أكلنا، كنا واخدين معانا طبعا لبس الولاد وألعابهم، واخدين معانا مثلا الشواية علشان واخدين فراخ، واخدين لحوم، واخدين كل حاجة. كنا لما ننزل كده بقى، سوري يا جماعة التليفون فصل يعني كان بيرن وكده. المهم بتروحي بقى مثلا لو انت واخدة شقة او كده او سكن، طبعا كل حاجة من بيتك بتاخديها معاكي، لان طبعا انت ما بتعتمديش اي حاجة موجودة في الشقة او المكان اللي انت رايحاه. غيرت لي السرير بتاخدي، فوط بتاخدي، مثلا اكل وشرب، لغاية الاطباق، المعالق، كل حاجة انت بتيجي مسافرة بتاخديها معاكي. تمام، فانت بقى بتاخدي كل حاجة، جبن، لانشوهات، حاجات يعني ايه اللي هي حاجات خفيفة، سندوتشات للولاد، حاجات زي دي كده، بتاخدي الخلاط معاكي، بتاخدي كل حاجة. ده خصوصا لو انت هتقعدي مثلا كذا يوم كتير، اما لو يوم واتنين وهتقضيها بقى بره او اكل بره، فعادي جدا ممكن ان انت ايه تروحي. بس طبعا احنا يعني احنا قلنا ايه اللي احنا هنجيب باكل وكده، فنفسح بالولاد ونجيب لهم لعب، وطبعا برضو نجيب شوية طلبات كده. بصوا عايز اقول لكم ده كان سعر الواحد 10 جنيه، مش هتصدقوا اسعار هناك في منتهى الجمال. حاجات كانوا بيندهوا كده على حاجات سعر الحاجة 5 جنيه، 15 جنيه. كوتشي الولاد اللي احنا كنا وقفنا عنده ده كان عامل 45 جنيه، يعني كل حاجة كده كانت رخيصة. وبصوا ما شاء الله، يعني لو عايزة تشتري شوية حاجات بقى كده، بس أهم حاجة كده تكوني مالية جيبك كده وتمام، وتروحي بقى وتعملي اللي انت عايزاه. والله العظيم أنا كنت كل همي ان احنا نشم هوا، نخرج، مش مهم مشتريات، مش مهم ان انت تشتري حاجة، المهم ان انت تشوفي ناس جديدة، تشم هوا، تشوفي حياة تانية، تشوفي دنيا تانية. فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا بقى يعني بتيجوا خارجين كده، بصوا طبعا اليوم مثلا بتقضوه ازاي او كده. احنا عامة يعني احنا عملنا ايه، كنا ننزل مثلا الصبح نصحى بدري شوية عشان ايه ننزل مية بقى قبل الجو وما يبقى الشمس، يعني لان هناك حرارة جامدة، وكمان مفيش حاجة يعني في السماء، يعني مفيش بيوت، مفيش حاجات على البحر قصدي، يعني المهم ان الدنيا بتبقى حر. فطبعا لو انت نزلت في عز الوقت الحر ده بيبقى صعب عليكي جدا. فطبعا بقى بنروح، واللي حابب ينزل بينزل، اللي حابب يقعد تحت الشمسية بيقعد زي ما هو حابب. كنا نخرج ننزل مثلا بدري شوية، وبعد كده نيجي مثلا على الساعة 10 11، نروح بقى نتغدى ونريح شوية، وبعد كده نبدأ ننزل العصر ونرجع تاني، نيجي بالليل برضو لو الولاد هياكلوا حاجة خفيفة كده، وبعد كده نروح ايه نخرج بقى بالليل الساعة 11 واحدة، نبدأ بقى نسهر براحتنا بقى، نعمل زي ما احنا عايزين. فاهمين؟ هو ده يومنا كان يعتبر هناك. نيجي بقى ننام براحتنا برضو تاني يوم الصبح نفس الحكاية كده. عايزة اقول لكم بجد تشوفوا منظر الناس والفرحة والولاد وكل حاجة، تحسوا كده ان الدنيا حلوة والدنيا بخير. بصوا فسحنا ولادنا وركبناهم الملاهي، والله العظيم احنا ما عملنا اي حاجة،
هو طبعا هم كل حاجة، وهم خدوا، بصوا خدوا وقتهم بزيادة كمان. فعايزة اقول لكم بقى، سيبي كل حاجة لله، وسيبي كل حاجة هتيجي بوقتها ان شاء الله. ربنا كده لو رايد لك خير هتلاقيه. طبعا استعيذي بالله كده دايما من الشيطان، و دايما استغفري، ودايما اطلبي من ربنا اللي نفسك فيه، وربنا هيديهولك ان شاء الله. زي ما قلت لكم، احنا ما كانش في دماغنا والله خروج ولا هنروح في اي مكان، فربنا لما راد خرجنا. طبعا ما كنتش لوحدي، انا كنت انا ومامتي، ومامتي يعني مامتي حماتي، ومامتي مامتي، وطبعا عمتي وولادها، واخويا وعروسته. بصوا كنا يعني كانت لمة حلوة كده، كنا مع بعض، فتحس ان الحياة كده كانت حلوة والدنيا كانت جميلة ما شاء الله. بصوا طبعا تسمعي بقى، هشغل لكم صوت الفيديو كده ثواني وبعدين افصل. بتلاقوا في بقى دوشة وريعة وهيصة، وكل حد مثلا بيبيع حاجة عنده كاسيت كده ومشغله، فالحياة حلوة كده، وبتحس ان انت مبسوطة. وطبعا في كمان كده مكان على البحر ان شاء الله، بس هو حاليا موجود على اللاب، هنقله كده على التليفون برضه، وهنزل لكم المقطع بتاعه ان شاء الله. عايزة اقول لكم بقى، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، وطبعا في حاجات حلوة جدا ان شاء الله ناوية ان انا اقدمها لكم في القناة بتاعي. لو وصلت لحد هنا بقى من الفيديو، بالله عليكي كده تعملي لي كده اشتراك، وتعملي لايك، واوعي تنسي الكومنت الحلو بتاعك اللي دايما بقراه كده، وبيشجعني جدا جدا، وبحس ان انا كده طايره من السعاده، ان في حد مبسوط بتقديمي، وفي حد مبسوط بالحاجه اللي انا هعملها. عايزه اقول لكم، ولادي بجد بجد هما اللي بهدلونا في كل الحكايه دي. ولادي كل ما يشوفوا حاجه يقولوا عايزين نركب دي، عايزين نركب دي. يعني يعتبر ابني الصغير ما سابش حاجه في الملاهي غير مركبها وراح. احنا هنا دخلنا منطقة الملاهي بقى، المنطقة اللي فاتت دي كانت السوق، دخلنا هنا بقى طبعا زي ما انتوا شايفين الملاهي، والمنظر حاجة كده في منتهى الجمال والروعة. عايزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا في الله. لو لسه اول مرة بقى بتشوفي قناتي، شرفني وجودك معايا طبعا، وتعملي لي اشتراك كده، وتكتبي لي كومنت حلو منك زيك. ولحد هنا يكون خلاص خلص الفيديو بتاعي. عايزة أقولك بقى، أستودعكم الله وأسيبكم في رعاية الله وحفظي. مع السلامة. تذاكر للبشر ده.